باش ما تسكتش الطريق وصافي. الازاء اللي وقع هو انني باش بديت المرافعه ديالي قلت بانه المذكره ديال الاستاذ الازرق توصف حميد الدين بانه استاذ جامعي بكليه الحقوق باكدر الرباط وبالبرلماني بمجلس المستشارين، وقلت بانه هذا تاثير على القضاء وما الداعي الى هذه الاوصاف وهذه الصفات. واش كيهدوا بها المحكمه؟ كيخوفوا بها ويكون قاعته وزير او رئيس حكومه او فقيد الجامع او قس في 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 كنيسه؟ تراه عندنا شياطين بلباس الملائكه ومونة الطائرة ديال الدفاع المتهم. حنا وضحنا هذا الشيء، هذا وقلنا بان الشياطين ما عمرهم اغتصبوا امراه، الشياطين ما قتلوش، ولكن حميد الدين اكثر من شيطان لانه هو قتل وقام بجريمة بشعة مع زملائه بتلك الطريقة فيها تمثيل بالجثة. وصفت كيفاش كان كيدير حميد الدين برجليه في العنق ديال 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 الشهيد وهو مطيح، شبهته بداك الشخص المرتكب او بين الاشخاص المرتكبين لجريمه شمهاروش. رجعوا للفيديو ديال هذا القتل، هذا غتلقاو بان واحد فيهم راه دار رجلو على العنق ديال ديك السيده باش الاخر يقطع ليها الراس. اذا هم يشتركون في نفس الاسالف البشعه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.